لو الحكاية فيها إن فيجو. كلمنا حضرتك عن الأوكازيون الشتوي وإيه أخبار حالة السوق معاه، خصوصا هو بدأ منذ أيام. ما برضو أنا ليه وجهة نظر في موضوع الأوكازيون ده، وبقوله من زمان إن النهاردة الأوكازيون شغال طول السنة بدون إعلان، لكن في وقت الأوكازيون بيتم الإعلان عنه. يعني حضرتك لو دخلت أي محل طوال السنة بتاخد الخصم تمام اللي موجود في الأوكازيون، وده نظرا لحالة السوق والركود الموجود. تمام. أنا شايف يعني الأسواق الأيام دي في الحقيقة يعني فيها ركود، في أوكازيون لكن ما فيش بيع وشراء. الناس بتحاول، لكن السياسة ليها دخل كبير جدا بانتعاش السوق. تمام. وماذا عن الأسعار؟ الأسعار طبعا مرتبطة بحاجات كتير، من ضمنها النهاردة التكلفة بتاعت النقل عالية جدا نتيجة إنه ما فيش كان أمن، فالفاتورة بتزيد بتاعت النقل. الجمارك عندنا في الحقيقة فيها بعض التشوهات، ودي لازم نخلي بالنا منها إن شاء الله في القوانين الجاية لما يبقى عندنا برلمان بإذن الله. ازدواج الضرائب في بعض الأحيان، كل ده بيؤثر على الأسعار. احنا عندنا أسعار في الحقيقة عالية. ارتفعت بنسبة كام مقارنة بالعام الماضي أو اللي قبله؟ أنا كان ليا تصريح قبل كده، أنا قلت إن الأسعار الشتوي زادت 40%. 40%. والنهارده في الحقيقة يعني الكلام اللي أنا بقوله كلام حقيقي، في بعض الناس بتطلع تقول لا ده ما حصلش، لكن لو قعدوا معايا أنا حاسبت لهم بالحقيقة وبالورقة والقلم إن الأسعار فعلا زادت 40% ويزيد عن كده. تمام. طب توقعات حضرتك للموسم الصيفي، هل ممكن ترتفع النسبة إلى ما هو أعلى من 40%؟ سوق الملابس لا. ليه؟ لأنه ما فيش حركة بيع وشراء، فالناس مش هتقدر تزود أسعار. عايز تسأليني على الأسعار هتزيد عن كده ولا لا؟ زائد إنه القطع الشتوي دائما بتبقى يعني أغلى من القطع الصيفي بكتير، والخامات فيها أكتر. لما جينا اتكلمنا مع الجمارك قالونا ان كمان الملابس من ضمن السلع اللي بتهرب بكثره، وانها برضو بتاثر على السوق المصري. ايه حقيقه تهريب الملابس في مصر وليه بتهرب، طالما ان في منتج مصري وفي منتج مفتوح له ان هو يستورد بطريقه شرعيه؟ ما هو اللي بيستورد بطريقه شرعيه انت بتدفعي عليه بشكل غير عادي. يعني النهارده انت بتوصل 40% جمارك و15% ضريبه مبيعات، و يعني الموضوع في الحقيقه يعني في الاخر انا مش بدعو للتهريب، لكن انا بدعو انه يبقى في منظومه تخلي اللي بيهرب ما يفكرش انه يهرب. تمام. لكن منظومه التهريب في حد ذاتها هي مافيا، انت مش هتقدري تمنعيها لكن تقدري تحدي منها. تمام. يعني الناس اللي بتتكلم دايما عن منع التهريب، انا بقول ما فيش حاجه اسمها منع تهريب، لكن في حد من التهريب، في مكافحة التهريب. تمام. لكن التهريب ما هو موجود، إذا كان في سلاح بيتهرب يبقى مش هيهربوا مصر، ودي أسهل. معنى كده إن فعلا إن الجمارك دلوقتي لا تقوم بعملها، أو فعلا في خلل في عمل الجمارك؟ لا، ما أقدرش أقول إنها لا تقوم بعملها، لكن أقدر أقول إن القانون في الجمارك فيه تشوهات محتاج إعادة إصلاح. تمام. لكن الناس بتوع الجمارك بتوعنا يعني بيقوموا باللي عليهم وبيقوموا في حدود المتاح ليهم بالنسبه للقانون اللي عندهم. برضو بعض التجار قالوا ان شهاده المنشا او شهاده الجوده اللي هي السي اي كيو بتعتبر بتحط التاجر في موضع ان المصدر في الدول الاخرى بيكون هو المتحكم فيه. ايه حقيقه ده، وهل هي فعلا مهمه في الاستيراد؟ والله يا فندم هي السي اي كيو بتيجي من الصين فقط مش من جميع الدول. تمام. ولما اصدروا الكلام ده كلام جيد جدا، لكن للاسف الشديد انا ساعتها اتكلمت مع المهندس رشيد وقلت له ان السي اي كيو دي هتزيد من ثمن السلعه. تمام. لانها بقت تتباع في الصين. هي المقصد منها لما طلعت السي اي كيو انه يبقى في منتج محترم جيد بيجي مصر. تمام. احنا عملنا ايه؟ هو المنتج، وبقينا نشتري شهاده السي اي كيو دي ب 2000 دولار و 3000 دولار و 5000 دولار، وبقت تتحمل على سعر السلع الرديئه. لانه في الحقيقه بقت مش موضوع حكومه لحكومه، انا قلت ان السي اي كيو ده المفروض يبقى من الحكومه الصينيه للحكومه المصريه، وينزل على الموقع بتاع الجمارك عندنا في مصر ان الحكومه الصينيه هي اللي ادتني السي اي كيو. تمام. غير كده بضاعتي ما تخشش.
لكن كوني انا كمستورد اجيب السي اي كيو مع الورق، طب انا بشتريه